سياسيا دائما وفي شأن الحزب، أعلن عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، أعلن عن ترشحه لرئاسية 2019، وبذلك يكون حزب جبهة المستقبل أول حزب معتمد يعلن عن خوض غمار الاستحقاقات الرئاسية القادمة. وبهذه المناسبة أكد بلعيد الذي يترشح للمرة الثانية للرئاسيات بأن الحزب يسعى منذ تأسيسه إلى الوصول للسلطة. تغطية لإيمان طبيب. داخلين غمار الانتخابات، مجندين بالعزيمة والإرادة، بالإيمان في الله، بالإيمان في الوطن، وأيضا إيماني كبير فيكم في كل مناضلة في جبهة المستقبل. ماناش حزب كسائر الأحزاب، ماناش حزب جينا نتقاسموا الكاطو، كل واحد يدير طرف. بالنسبة لجبهة المستقبل، حزب سياسي، ماناش جمعية مساندة، ولن نكون أبدا جمعية تاع مساندة، لأن الدستور وكل قوانين الجمهورية والقوانين الدولية أن الحزب موجود من أجل الوصول إلى السلطة، أن الحزب يناضل والمناضلين يناضلوا باش يوصلوا للسلطة، لأن عندنا إيمان قاطع أننا قادرين نغيروا الجزائر، عندنا إيمان قاطع أننا نغيروا الممارسات.